السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم راح نديرو زيتون، طاجين زيتون. راح نديره لكم بطريقه يجيكم خاسر ويجيكم بنين. شوفوا معايا، عندنا هنايا ملعقه زيت او اثنين، عندنا شويه تاع سمن حوالي مش واصله ملعقه كبيره، وهذه ثاني مش ملعقه معمره بزاف. مهم شويه زبده شويه سمن شويه زيت هكا باش يجينا بنين، والزيت باه ما يتحرقوش طبعا. ذوبوهم. بعد ما ذابت السمن تاعنا، ذاب والزبده، بسم الله. عندنا هنا فاخذ تاع الدجاج، ديروا المهم واش عندكم. ها هي، ها نقلوه شويه في السمن. هذا السمن يعطيكم بنه البنات، يجي بنين. اللي ما عداش دير غير زبده، ماشي شرط تقولي هكا وتروحي لازم تشري. المهم اللي عندها ديروا، اللي ما عندهاش ما دير زبده برك. زبده يعني تمد بنه ثاني. خليه يتقلى شويه، قلبناه ها ما ندير له والو. دوك بعد نلوحو في التوابل يتبل باش ما كثرش التوابل والقرص والملح، من بعد يتملح معاه الشاشه. دوك شوفو كيفاش راح نحيها البنات. ها هو حطوه هنا، بسم الله. شوفو دوكا في الزيت هذا عندنا بصل، راح نديرو هكا بطريقه مختلفه. هذا اللي جيكم غريبه، دوك شوفو داير الطريقه هذه، راح تعطينا البصله واحد البنه رائعه. نشوح البصل هكا وحده تاع شويه، راح ندير له قطوره ما خاطر ماشي بصل هكا بالطريقه هذه ما يطلقش الماء، ماشي كيما المرحيه. ها شويه ما نضرب باش ما يتبسطش ما يلصقش. ها تعرفوا بلي هكا ما فيهش سوائل. راح نزيد معاه الثوم، شوفوا البنات اذا حبيتوا ديروه ابيض خلاص ما ديروا والو، ها كيما هكا وخلاص. اذا حبيتوا ديروا هنا يعني ما ندير فيه كعبه طماطم صغيره، ولا نديروا ساعات ابيض، بس صدقوني كي تزيدوا له كعبه طماطم صغيره راح يجي بنين، يجيكم هكا ماشي باهت في البناك، يعطيكم واحد البنه تاع طماطم. بصح ما ديروش غير تاع الكعب وحده صغيره. ها هي حتى هي قطعتها، ها هي دوك نحطها. شوفوا البصل يتقلى الساع مليح. عندنا كيما يقولوا في هذه سر البنه، هذا البصله هكا يتقلى هكا شرائح جوانح تجي روعه. راني نشم في ريحتها، واش نقول لكم مع الواحد صايم. راح نزيد حبه الطماطم، ها هي صغيره الكفروشه باش ما يجيكمش احمر، هذه فقط للذوق. هو يعني تقدري تقولي ابيض راح يجي وردي برك، والبنه مدرتها من جال البنه يعني برك. خليه يتقلاو شوي. هنا عندي شويه ملح ما نكثروش، تعرفوا الزيتون يجي مالح. نغلوه غليه، تقدروا البنات ما تحبوش تغليوه تصمتوه مثلا من الليل وانتم ما تغيروا له في الماء، بصح كي تغليه غليه ما تكثريلوش، يخرج له حتى المروريه مليح. عندي هنايا ملح، صمت في عليها باش ما تحرقش. عندي ملح صلى الله عليه وسلم، ملح، فلفل اسود، كزبره، الاخر سمي لي زنجبيل، زنجبيل قلنا، عندنا كزبر. هذا ما كان ما حاجه يسمى تعتبر بيضه. ها هي اذا درتوه احمر ديروا الحمر، وديروا شويه راس الحانوت نفس الطريقه ديروه احمر اللي يحب الاحمر، فهمتوا؟ هذه برك تزيدوا عليه شويه طماطم مثلا تاع الباطا شويه برك على راس المورف، والاخر والتوابل الحمر وراس الحانوت هذه وشويه كركم. هنا كي عاد عنديروه ابيض يتسمى بين البينين كما يقولوا، عند ما نديروش هذوك، ديروا حلو عليه يتقلى. شوفوا هنا مادام تقلات ذبابه البصله مليح، راح نصب عليها شويه ماء. ها هي الله اكبر على الحق. ها هي البنات خليها تغلي حتى نحس بالبصله هذه دخلها الطياب طابت، ونولي لكم. شوفوا البنات هاي نشفت البصله، حطيت لها شويه ماء باه طيب. عبالي يقولوا عليه ما خلاتش الدجاج خاطر باه ما نضرش نحي فيه، باش كي نرحي نحطو ضربه واحده ونزيد الحوايج اللي بقاو. ها هي دركا كي نرحيها راح نتحصلوا على سوب على تفات فروطب، خير ما ترحيو بالطريقه هذيك الاولى. ما من الروبو تاعك مليح ويرحي صدقني راح يقعدوا فتاتك، خاصه اللي ما يحبوش التفات في بانو، بصح بالطريقه هذه راح تقعد المرقه تاعك خاثره، وفي نفس الوقت كيف نقولوا دايره بنينه وكل شيء. خاطر كان ثاني يقول لك انا ما نصفيش تبقى لي المرقه خفيفه، بصح بالطريقه هذه هي ما تخفف ما والو، تعودي متفتفتها مليح. بصح بالطريقه هذه راح تربحيها رطبه وثقيله في نفس الوقت. وصلي على محمد.
شوفوا البنات كيف تحصلنا على خليط رطب وكثيف. ها شوف هكا يجيك الزيتون تاعك خاثر. دوك نزيدو تشوفو من بعد نزيدو له ثاني حوايج. على هنايا شويه معدنوس دركا علاه راح ما حبيتش نحط معدنوس باه ما نرحيش يخضر. المرقة تاعنا تخضر. هاي نحطو شويه تاع بقدونس. نحطو الدجاج تاعنا ها هو بسم الله. دركا نزيدو خلوه يتقلى شويه مع هاد الحوايج. نزيد له ثاني شويه تاع مطرد هاهي. شوف شوف هذاك لاصوص. الله الله شوف 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 هاي هاي. تحدى اي وحده درت لكم الزيتون بالطريقه هذه. تحدى اي وحده. هاي البنات ها شوف هاي دركا خليه يتقلى. ها ما احنا حطينا هذيك طميطمه بصح ماهيش حمراء. ها فوز كلاب. هنا البنات عندنا جزر راح نحطو هكا هاهو باش يطيب. باش في الاخر نزين بيه. وعندي كعيبه بطاطا صغيره راح ندير منها جزء فقط هاهي هكا باش يجينا خاثر. هاك تشوفوا هاهي خليهم يتقلاو شويه مع بعضهم. شوفوا البنات هنا راح نديروا بالكعابر بالكفته. عندنا شويه دجاج مرحي هذا شويه معدنوس شويه ثوم. البصل ما نديرش راح يتنكه في المرقة بعد في البصل. شوية تاع مطرد جيجي بنين. شوية تاع زبدة تعرفو صدر شايح. فلفل أسود. زنجبيل. ملعقة نشا تاع الديسير معمرة مليح. هنا بعد ما تقلى شويه الدجاج تاعنا بالاخر في لاصوص هذيا مع البطاطا والسمريه الزروديه كان يقولها كل واحد كيسميها. نمرقوها نحطوا الزيتون نمرقوها. ها نرميو الزيتون تاعنا. كل واحد يدير على حساب واش على حساب واش طيبتي على حساب واش راح ياكلوا. ها نحن نرميه ونكمل. طبعا البنات درت له غليه غسلته مرتين ولا ثلاثه ودرت له غليه ما خليتوش يطول بزاف هكا باش ما يفقدش القيمه تاعو الغذائيه. ممكن نمرق على حساب واش نحتاجو باش يطيب لنا الدجاج والزيتون والخضره. نخليو الزيتون تاعنا يطيب مع الخضر ونخدمو الكفته تاعنا باش من بعد كي نشوفو نكملو الامور تاعنا تاع الكفته هذو والخضره والاخر نرميو الكفته طيب ليه ليه الدجاج يطيب ونخليوه يعقد ونديرو له لاكريم فخاش شويه كريم فخاش وخلاص. اللي ما عندهاش خليه هكا. اللي ما عندهاش واش دير بديل ديري شويه فرينه وشويه حليب وشويه زبده هكا ولا بلا زبده في الاخر فيطيبو هكا كي شغل كيما نديرو بشاميل خفيفه وتصبيها ثاني تجيك بديل روعه تعطيك خضوريه بيضيه بنينه روعه. راح نزيد له البنات مغرفه تاع فرماج هكا يعطينا طراوه وبنه. ما نكثروش طبعا لا يجي مالح. الملح ما كثرتش في البرمه. نبداو نعجنو في المقادير تاعنا. ما نديروش البيض باش ما يجراش ولا اذا حبيتي ديري شويه برك ولا صفار. يعني الصفار هو اللي يمد الطراوه للحاجه البنات ماشي البياض. البياض ينشف ديما كاين اللي تقول لك البياض العكس. بياض ديما ينشف الحاجه. انا شفته في حوايجه ماشي في حوايج كل بصح بياض يدير شويه. الصفار هو اللي فيه الدهون. اخرين يقول لك ريحه الاخر ما فيه لا ريحه. هاكي ديري زنجبيل ثوم كل شيء يروح. ها البنات عجناها طريه يعني بلا ما تعجني تخلطي برك ماشي كي اللحم لازم تحكيها مليح. اللهم صل على محمد عليه وصحبه اجمعين. ريحه رمضان عباده صح على بالنا مش حنايا يقول لك البعض لا احنا ما احناش نعبدوا في ربي احنا كفار. حتى احنا نصلوا كيما تصلوا نصلوا نصوموا نديروا الشيء اللي قدرنا عليه واللي يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا نديروا كيما يديروا واحد ما خير من واحد والله. والدنيا اللي يمل في الدنيا حلال علاه حرام الواحد كي ياكله. والله العظيم ها شويه العبد ينقص شويه من الانتقادات هذه السلبيه اللي بلا فايده. الواحد كي يعود عينو يدير حاجه ويديرها ينتقدوا ولا ها انكم ورهم كامله البنات. شوفوا حبي تخشني تحبي تصغري باهي كفيوك كيما تحبي.
صدقوني يا البنات انايا نقول لكم على روحي انها نخدموا منها انك الحمد لله مرتاحه نفسيا ضميري خاطر مش منعسش الناس عايشه حياتي اعطاني ربي الحمد لله ما اعطانيش والله منع نحقد ولا نحسد نقول يا ربي اعطيني كيما عطيتي لها تغيرني روحي ما كذبش ساعتك وحدي بصح في قلبي مش نروح نبدا نهضر ولا هكا ولا في قلبي نتمنى ولا نسعى نخدم باه نحقق واش بغيت ماشي قاعده غير للتعلاق ونتمنى هكاك ونحسد هكاك لا حسد كما يقول الحسد يمحي الحسنات كما تمحو النار الحطب تاكل النار الحطب ايه تما كي تعيشي الناس وضالي تعسي مثلا في الناس ومهمومه يقولك منع راقب الناس ما تهمن عيشي حياتك كما كاينه رضاي بالشيء اللي عطاك ربي تسعدي السعاده ماشي كلش الاخر بابسط اشياء ديري روحك سعاده بابسط الاشياء هاي البنات لو كان نحطها في الثلاجه نخليها حتى انا يطيبوا الحوايج ونرميوها تحبوا تقليوها قليوها شوي زبده وشوي زيت ما تكثروش بصح شوي برك تشوح برك تحبوا تلوحوها هكا كيما حبيتوا هاي البنات طابت الخضره تاعنا شوفوا واش ندير باش تجينا خضره بلا ما ديروا نشابله هي اصلا كريمه راح تخثروا والطريقه هذيك راح تخثروا وباه نزيدوا يجي بنين هكا يجي بنين بعد ديروا شويه برك بطاطا ما تكثروش ها هكا برك في بلاصه النشا طبيعيه ها هي ونديروا شويه جزر ثاني ما نكثروش ها هي هذو خليهم زينوا بهم جيبوا شويه تاع لاصوص ها هو المرق تاعنا شوفوا نرحيهم البنات ونولي لكم شوفوا الزيتون تاعنا ها هو شوفوا نشف طبعا حتى طاب السناريه والاخر داك نزيد له الماء ونزيد له خليه يغلي ونزيد له الكفته ها هو داك البيري اللي درنا باش يجينا خاثر كي نزيدوا له الماء شوفي ما شاء الله حتى يكون ما تزيديش الكريمه عادي ها انا الكريمه اخي خبيت نص علبه دابا نزيد نحط هذوك نزيد له شويه ماء باش ما يجيش ثقيل بزاف ها هو شوفوا كيف تجيكم لاصوص خاثره روعه ما تكسروش بصح البطاطا شويه برك السناريه شويه برك باش ما يجيكمش بويون تعرفوا ديما تلقاو الزيتون يعني بعض يشتكيو منه هكا ما يجيش بنين وما يجي ديروا هكا وكيجيكم روعه وها ما درنا له هذيك الكعبه تاع الطماطم ما اثرتش في اللون تاعو تزيدي ديري الكريمه يولي ابيض ها عادي عطاتو البنه برك تعطيه البنه ها البنات راح نلوحو الكويرات ها هي خلينا حتى غلى الماء هكا تلوحوهم ما تقيسوهمش ها هي ها هي قلنا روعه كيما يقولوا اجواء رمضان كان الناس يبدعوا فيه وصفات مليحه حاجه ايجابيه عليه ديما نشوفوا غير من جانب السلبي هكا تلقى في رمضان المراه تبدع من ما فيها والو انسان كيتشهى وياكل يعني ما يفسدش العبد برك ويكثر بزوج بلاوات بزايد ويدير بكميه قليله مش شرط ديري 3 بلا 4 بلا هذيك صح تولي اسراف وتبذير بصح كي تعودي تاكلي عادي تاكلي في ولادك ماشي حاجه لي عيب كيما يقولوا ماكله ماشي عيب انسان ماذا بيحكم دنيا واخرى ولا اخرى برك ولا دنيا برك دنيا ودين كيما يقولوا هذه قلت لكم في رمضان ديما تلقاو الشعب الرجال كيما يقولوا جزائريين يحب يقلش روحه جزائري في رمضان يحب ياكل ولو كان قبل ياكل بصح يزيد يحب ياكل اكثر هذه هي ما فيها والو انا نشوف فيها عادي واش يلعب ما يفسدش برك ها هي خلو يغليو انا ما عنديش هذيك تاع مثلا ما شريتش انا ونبدا نهضر على الناس وكذا ما شريتش بصح انا نصبر ما نهضرش يعني هكا باه ما نجرح حتى واحد ها وتلقاهم كامل ياكلوه واش هما ما يبانوش برك وتقام مهم يهضروا خلاص كامل ياكلوا كامل يشرو وجات الهضره على عباد معينين وفرات شوفوا هاي البنات دركا نخليها حتى يطيبوه خضاه وتشوفوه في الطبق التقديم ان شاء الله نحطوا له في الاخر شويه ما نفضل ما نحطلوش نقول لكم خليه في الصحن خير باش ما يجينيش اخضر درت بزايد وخلاص هي الكريمه طبعا ها هي مازال شويه البنات والبنات الكفته ها شوف هاي بلاشي بيض بلاشي ها كعبوره تاعها الله يبارك شوف ما تحلت ما والو ها راح نحطوا الكريمه كي
كما قلت لكم اللي ما عندهاش دير بديله، بديله الكريمه. هكا ما تخلوش ينشف بزاف خاطر ماش من بعد يختاري واللي ناشف، باش هكا يوكلكم يعني. شوفي كفاه ولا ابيض ها. والكريمه هذيك راح تمتص اي مراره اي حاجه هكا مش مليحه تمتصها، تمد البنه ها. هكا من بعد يزيد ينشف يجي قد قد. ها الزيتونه البنات شوفوا كان جا ما شاء الله، لاصوص تاعو خاثرة هايل. جربوها بطريقة هذه، وإذا جاتكم مليحة وعجبتكم قولوا لي البنات في اللي مارفين تتبعوني في التعليقات، وقولوا لي واش داركم. ما تديروش الملح برك بزاف. شوفوا لاصوص ما شاء الله شوفوا خاثرة، وانا ما شتيش خليه يختار بزاف باي يوكل، ما شتيش حاجه ناشفه بزاف. تحبوا تنشفوه نشفوه تبعوا برك واش قلت لكم راح تنجحوا فيها وتجيكم هايله. هاهي قارص مع عصره قارص ليمون جزر عليه، ما حبيتش نطيبو باه ما يذوبليش. كيما هاك قاردة الشكل تاعو، حكم الشكل تاعو. هاهي نقول لكم بقاو على خير في وصفه ما خير، شهيه طيبه. رمضانكم مبارك مرة أخرى. باي.